أخوات الإخوان، معكم طيب كريم، 52 سنة، مغربي طبعا، وبالضبط في مدينة فاس. دونك حنا اليوم إن شاء الله غادي ندير واحد الإطلالة اللي غتكون موجزة لواحد المشروع اللي غادي يعرف النور قريبا في دولة المغرب، واللي كنشتغلوا عليه قرابة ال4 سنوات أو 4 سنوات، لأن في 19 البارح كملت 19 12 كملت 4 سنوات. لأنني يعني كنت أول تسجيل كان عندي كان سنة 2016 19 12. كان الصوت مشى. واللي كتواجد بالضبط في مدينة أورلاندو، واللي تم التأسيس ديالها أو فتح أبوابها سنة 2009، وبالضبط تم اختيار هذا الرقم لأنه هذا رمز آسيوي، للرمز ديالو أو الرمز ديالو هي طول العمر، دونك سي بور سو وما خداو هذا الرمز هذا. إذا كما كذلك كنعرفوا بأنها في ظرف 6 سنوات قدرت على أنها تتعدى الآن بليون دولار، كذلك قدرت تحتل الرتبة 38 عالميا يعني إلى غاية 2015، وهذا يعني تصريح دي اس ان اللي هي دايركت سيلين نيوز اللي كنعرفوها اللي هي دي اس ا، وكذلك هي عضو في دي اس ا اللي كذلك كنعرفوها بأنها هاد المنظمة هذه ما يمكنش تدخل لها أي شركة عادية إلا إذا كانت يعني كتحترم ما لها وما عليها. يعني طبعا هاد الشركة حتى هي عندها واحد الرمزية ديالها اللي هي كتقول لك اتر جون سوسونتيغ جون فيفر جون، وهنا يعني شنو كتقول لك هادي يعني كترمز لنا إلى جيل الشباب جينيريشن يونغ. ولما كنقول جينيريشن يونغ يعني هنا كنمشيو ما كنبقاوش نتكلموا على اللاج اللي هو كرونولوجيك، ولكن كنوليو كنتكلموا على اللاج بيولوجيك، لان الطب حاليا الا بغينا نعرفوا السن ديالنا، لان اثبت عالميا بان الشيخوخه ليس لها علاقه يعني بالسن، لانه اثبت على انه ابتداء من 120 سنه يمكن عاد تبدا تظهر على الانسان علامه الشيخوخه. ولكن الشيخوخة الآن اللي كنشوفوها من 40 45 60 70 80 فهي هذه كنسميوها سين باثولوجي، يعني مرض اللي كنعانيو منه كنا وكنعرفوا بان لي تخوا كوز ماجور دو فييسمون، واللي السبب ديالها الرئيسي، اسمحوا لي يكونوا هناك كلمات عربيه فرنسيه، ولكن غير يعني تعودنا كنديروا عرض بهذه الطريقه هذه. دونك لما كنقولوا هاد لي تخوا كوز ماجور دو فييسمون اللي هما السبب الرئيسي ديالهم شنو هو، هي عندك لا بوليسيون استنشاق السموم، كذلك الاكل الجاهز اللي كنعرفوا دابا حاليا اصبح طاغي في كل المنازل، وكذلك لو ستريس اوكسيداتيف، وما ادراك ما ستريس اوكسيداتيف. دونك لما كنتكلموا على هذا الثلاثي كنعرفوا بانه اش كيعطينا، كيعطينا عندك لا ديغراداسيون لا دي ان راكورسيسمون دي تيلومير او بليس لو ديستوكاج دو سيلول سوش. وحنا لما كنتكلموا على افراغ الخزان الجذعيه يعني تقصير هذوك التيلوميرات، او لما كيتسمى او كيتسمى بالعربيه القصيم، او كذلك يعني لما كان لديك غاداس ديال هاد لا دي ان اللي هو الحمض النووي او الخلط الوراثي، وهاد الثلاثي هادو هما الاسباب الرئيسيه في ماذا، في الشيخوخه او المرض. اذا بغينا نفصلوا مزيان هاد جينيريشن يونغ يعني غتاخذنا بزاف، ولكن غادي نحاولوا نديروا واحد الاختصار، واحد الاختصار على هاد لي تخوا كوز ماجور دو فييسمون. لما كنقولوا هاد لا ديغراداسيون لا دي ان كيفاش كيوقع، كنعرفوا بان الجسم ديالنا يوميا كيعرف ازيد من مليون ضرر في الجسم، لكن بحكم يعني الحكمه الربانيه انه مباشره عندنا اصلاح فوري في الثانيه، والا لما عاش يعني احسن من 3 ديال الثواني، لكن الحمد لله الله سبحانه وتعالى كيعطينا اصلاح فوري. لكن بحكم انه الانسان لما كيخلق يعني الطفل كيكون واحد العدد ديال هاد الخلايا الجذعيه اللي يعني تقريبا واحد 8 مليون خليه جذعيه، ما كنتكلمش على باقي الخلايا، ولكن كل ما كيزاد في السن كل ما كينقص هذاك الخزان،
وبالتالي هنا كيدخل واحد النظام اخر واحد الميكانيزم اخر اللي كيولي كيشتغل باش يكون لان هاد الاضرار واخا كيتم الاصلاح ديالها كتبقى لنا دائما واحد اللائحه ديالها في الانتظار ديال الاصلاح بحكم ان عدد الاضرار كيفوق عدد الاصلاح وبالتالي الله سبحانه وتعالى هنا كيسخر لنا الخليه انها عندها حق تنقسم من 50 حتى 60 قسمه باليوم الوغ هنا لما كتبدا كتنقسم هذه الخليه يعني اوتوماتيكمون كينقسم معها الادائن ولما كينقسم الادائن هنا كيوقع لنا واحد الخلل اللي فاش في داك لي كود جينيتيك اللي كيديروا لنا شنو كيدير لا فابريكاسيون او يعني اللي كيعطيونا بالضبط هذاك البروتين اللي هو كيتغذى من الجسم ديالنا ولكن لما كيحماقوا لنا لي كود جينيتيك كيعطيونا واحد لي كود اللي هما غالطين اوتوماتيكمون كيعطيونا بروتين غلط وهنا كتبدا لنا المشاكل علاش لان قيمه الضرر تفوق قيمه الاصلاح وبالتالي كيبدا لنا هاد لا ديغراداسيون ديال هاد الادائين لما كيعطينا هاد لي بروتين غالطين شنو كيوقع لنا اما الشيخوخه او المرض او كلاهما هادي فاز 1 فاز 2 اللي هي لما كنتكلموا على لاكورسيسمو دي تيلومير وخلاص التيلوميرات هما باش نكونوا شي شويه واضحين بالنسبه للدكتور عارف ولكن باش يكون يعني توضيح شامل هاد التيلوميرات هما مثلهم مثل واحد الاكس سو فورم ديال اكس اللي كيكون كي اللي هما كنسميو الكروموزوم ولكن في الرؤوس ديالهم كاين بحال داك لوبو دولاسي بحال داك السير ديال الصباط حاشاكم اللي كيكون في الرؤوس ديالو كاين واحد البلاستيكا دونك هذيك البلاستيكا كل ما كنستعملوها كل ما كتبدا يعني كتهرس وكتقشر وبالتالي فاش كطير اشنو كيوقع هذاك السير كيتسرب إيسوفيلاش دونك هنا يعني كذلك نفس الشيء كلما انقسمت الخليه الا وكيطير واحد الطرف من داك التيلوميرات وبالتالي كيتعرى لنا داك الكروموزوم وشنو كيوقع لنا هنا هذاك لا دي ان إيسوفيلاش وهنا كندخلوا يعني كذلك بالاشكال اللي هو دائما عنده علاقه بالاي دي ان اذا اوتوماتيكمون هاد الراكورسيسمون ديال هاد التيلوميرات هو جاي يعني كذلك من انقسام تلك الخلايا والمساله الثالثه واللي هي كنعرفوها كاملين وهو الخزان ديال الخلايا الجذعيه والله سبحانه وتعالى اعطى لهاد الخلايا حتى هما عطاهم اي دي ان وكذلك عطاهم كروموزوم وكذلك عطاهم تيلوميرات وبالتالي حتى هما كيمكن لهم يشيخوا حتى هما تيكبروا وكنعرفوا حنا كنشوفوا بزاف الناس في لاج ديال 50 55 كاين بارفوا 45 فاش كتشوف وجهه كله ديريد كله تجاعيد كتقول هذا في عمره شي 70 او 80 عام ولكن ملي كيقول لك السن ديالو كتخلع كتقول واو ولكن هذاك شنو عنده في الجبين ديالو لقد نفذ اعتمادك في الخلايا الجذعيه دونك هذاك راس البول ديالو هذاك راه يعني مشى دونك هاد الثلاثه هادو اللي تمت عليهم يعني دراسه طبيه يعني هذه سنين واعوام ولقاو بان الحل الوحيد واللي باش يمكننا نديروا واحد العلاج اللي غادي يكون يعني مباشر لقاو الحل الوحيد وهي لا ريستريكسيون كالوريك واللي كتوصل حتى 40 حتى 45% علاش لان الانسان قديما كنعرفوا بان كانت عنده واحد البنيه جسميه قويه وكان كيعيش بزاف علاش لان كانت الاكل ديالو كان فيه واحد لا ار سي بواحد يعني ريستريكسيون كالوريك واحد لا ار سي كانت بواحد مستوى عالي وكنعرفوا بان الانسان شحال هادي وحتى حنا والدينا كانوا كياكلوا كاين اللي كان كياكل اللحم مره في العيد مره يعني مره في السنه وحتى اخيرا والناس كانت كتاكلوا من السوق للسوق او من الجمعه للجمعه بحال دابا حنا عندنا هنا في فاس كانوا الناس الصناع التقليديين كيتخلصوا بالخميس دونك الجمعه راه عندنا عيد كاع الاسر ديالنا راه فيهم الصناع التقليديين يعني يوم الجمعه فين ما مشيتي الكوكوت كطيب كاين غير اللحم ما كاين الجزار كيخدمها مره في السيمانه ولكن تدريجيا حنا كنشوفوا حاليا يعني الوضع اختلف سي بور سولا هاد لا ريستريكسيون كالوريك امبوسيبل اننا نطبقوها لانه باش نقولوا للانسان ينقص 40 45% في الاكل ديالو ف يعني شي حاجه اللي هي امبوسيبل الوغ جينيز جلوبال جابت الحلول بواحد الطريقة ما غنقولوش لأن لو كانت أبحاث طبية أنا أؤكد لكم الإخوان لو كانت حصدت جميع دوك الثلاث جوائز نوبل اللي كاينين في السوق كاملين ولكن بحكم
انه دي كومبليمون اليمونتير او ما غاديش نقول عليهم دي كومبليمون اليمونتير لان غادي نقصروا لهم في في القيمه ديالهم، لكن لما كنقولوا يعني ريباراسيون او يعني راجونيسم دي سيلول، دونك هنا راه ما كيبقاوش دي كومبليمون اليمونتير ولكن سي لابوراتوار اللي هو كيخدم بماذا بابحاث علميه، دونك سي با دي كومبليمون اللي هما عاديين ولكن ils sont basés avec des recherches scientifiques. دونك لما هاد الثلاثي يعني لما يعني خدمات عليه شركه جونيس فعلا عطاتنا هاد المنتجات اللي نشوفوهم، ولكن الان غادي نحاولوا نكملوا العرض ديالنا. اذا كما هذا فقط يعني تكلمنا على لا جينيريشن يونغ اللي هي جيل الشباب. الو جونيس اللي هي فعلا بدات باسره صغيره ولكن الان كنعرفوها بانها كتواجد في ازيد من 150 دوله في العالم، واللي قدرات تخلق واحد التاثير ايجابي على جميع الناس اللي انخرطوا في هذه الشركه هذه لا من ناحيه الصحه ولا من ناحيه المال. اذا المقر الرئيسي ديال جونيس جلوبال هو هذا بمدينه اورلاندو بالولايات المتحده الامريكيه. اللي عندك لي فونداتور اللي هما جوج الرئيسيين اللي هو غوندي غاي وويندي لويس والابن ديالهم سكوت لويس. ولما كنقولوا غوندي غاي اللي هو اصلا يعني صاحب هذه القصه الرئيسيه اللي منها جات شركه جونيس جلوبال اللي كان كيعاني من واحد الوعكه صحيه على مستوى الركبه ديالو اللي بما يطلق بلاتروز، وكان هو اوبيز يعني كان سمين بزاف وعنده افراط في السمنه، وبالتالي يعني دار جميع الحلول والبروتيز والى غير ذلك، ولكن يعني كان وصل لواحد ليطا ربما يتم البطر ديال الرجل ديالو، ولكن دا به واحد النهار كيشد على واحد راح في اللي هو اجري، وهذا طبيب جراح بلاستيكي وكذلك ديال التجميل، وكذلك معروف على الصعيد الامريكا بانه كيشتغل انذاك بالخلايا الجلديه. دونك فعلا مشى لعندو وشاف يعني ليطا ديالو، قال له اول حاجه غادي نديرك شفط دهون يعني هنا، ومن خلال هالشفط ديال هاد الدهون هذه غادي نقوم لك بواحد لانجيكسيون ديالاش ديال داك ليكستري ديال من الشحوم ديالك، غادي نخرج لك واحد لي سيلوس. وحنا كنعرفوا بان الانسان الرجل الخزان الكبير اللي عندنا فين عندنا الابدومينال ديالنا في البطن ديالنا تما كيتواجد اكثريه عند الرجال، وعند النساء عندهم في الخصر في لي هونش دونك وخلاص، واحسن سيلول هو هذاك اللي كيكون في يعني في عند الجنين. الوغ نبقاو عند مسيو غوندي. الوغ هنا كيتم بدا كيدير له داك العمليه ديال داك لانجيكسيون، كيجبد داك الشحوم، كيدير داك ليستراكسيون فواحد لا ماشين اللي هي سنتريفيجوز، وكيخرج منها هذوك الخلايا الجذعيه. دونك وهنا كيتم الحقن ديالهم فين في الركبه ديالو، وفعلا هذاك السيد تعافى وكان بلا شيز غولونت وليبيكي، ومن بعد حيدني جميع الامور. ومن تما جات الفكره، قال لك واحد النهار هو كيحكيها بالفم ديالو، قال لك واحد النهار شاف في زياره ديال الطبيب اللي انا مازال كيتبع معاه في الكونترول، هو جالس كيشوف داك لو فلاكون اللي كان كيتندار فيه داك ليكستراكسيون ديال داك لي سيلول، وكيتسنى الطبيب باش يدخل لانه هو راه في المكتب ديالو دخلاتو الكتيبه. وقال لك وفاش دخل عليا الطبيب هو كيدير لاغونجمون ديال واحد الكلاسور ديالو في المكتبه، عطيني الدار، قال لي قلت له دكتور واش ممكن هاد البرودوي ديالك نسوقوه؟ قال له شنو؟ قال له هاد الفلاكون هذا. دور وجهه قال لك الطبيب كيشوف فيه بقى كيضحك، قال له ما يمكنش. قال لك فاش؟ قال ما يمكنش، قال لك صابني واحد يعني واحد الحسره، ولكن قال له فسر لي علاش. قال له بغيت نسوقو نبيعو. قال له شحال تقدر تبيع في السيمانه؟ حيت لي امريكان كيتكلموا بالسيمانه. قال له شحال تقدر تبيع في السيمانه؟ المهم نخرج لك شي 40. قال له بقى تيضحك، مزيان. قال له الا قلت لك نخدم عندك في السيمانه نخرج لك 40,000 بياس. قال له واش كتهضر بصح منيتك؟ قال له وي. قال له اذا هنا غادي نتكلم معك علميا. قال له لي سيلوسوش امبوسيبل اننا نديروهم في فلاكون ويتباعوا، ولكن غادي
هنا غنخدم لك شي حاجه اللي هي سبيسيال. قال له عمرك سمعت بلي فاكت دو كرواسونس؟ قال له لا. قال له هاد لي فاكت دو كرواسونس اللي هما باللغه العربيه سلسله احماض امينيه. قال له اللي غادي يكونوا لان هاد لي فاكت دو كرواسونس اش كيديروا؟ نعطي واحد المثال بسيط باش نقربوا لنا الدكتور راني عارفه بانه راه كورون ديال المسائل ولكن ما فيها باس كل شيء يتعرف على هاد كلمه فاكت دو كرواسونس. هما سو فورم دي ليد اللي لما كنحطوهم على الفيزاج ديالنا كيشعلوا بحال شكل اضواء. غادي نقولوا مثلا الصيد في البحار اللي هو بطريقه غير قانونيه كيرميو واحد لي ليد اللي هما في اللون الازرق اللي كياتيريو لا طونسيون ديال داك الحوت كامل وبالتالي كيشدوهم في الشبكه. دونك لا ميم شوز تقريبا غير باش كنعطيك مثال اللي هو قريب السي حسن باش يكون معايا متبع. الور هاد لي فاكت دو كرواسونس لما كنحطوهم في الفيزاج ديالنا ولا في الركبه ديالنا ولا في اي مكان لان كيمكننا نستعملوهم في اي مكان في الجسم ديالنا حيت كيخدموا نفس المفعول ديالهم انهم كيشعلوا صفر دي ليد اللي كي اتيريو لي سيلول سوش اللي مازالين في الفيزاج ديالنا او في لوكور ديالنا في داك لابارتي اللي حنا حطيناها. اش كيديروا؟ كيقبطوا لنا دوك لي سيلول سوش كيديروا لهم لا بروتيكسيون اي لا فيكونداسيون بلس لا ملتيبليكاسيون لا ملتيبليكاسيون. دونك هذه هي الطريقه اللي كيشتغل بها السيروم. هذا السيروم فقط كنتكلموا حنا على السيروم. دونك هنا بدات العمليه وفعلا بدات العمليه ديال شركه جونيس. وغادي نشوفوا هنا بواحد العجاله ان في ظرف 6 سنوات كنشوفوا هنا تعدات 1,300,000,000 فعلا عند 6 ديال الطرق ديال الربح نتعرفوا عليهم وقدرت تموقع في ازيد من 140 دوله وفتحات ازيد من 28 مكتب على الصعيد العالمي. وانا ذاك سنه 2015 حصدت ازيد من 870 جائزه فعلا وقدرت حتى انا ذاك انها تحط يعني المكانه ديالها في السوق ديالاش ديال المكياج والكومبليمون اليمونتير اللي هو كيفوق ال 500 مليار دولار. وكان فعلا عندها نصيب ديالها وقدرات تثبت ذاتها في هذا السوق هذا. وطبعا ما غايجيش هذا الشيء غير هكذاك، جاب واحد الكوميتي سيانتيفيك اللي كتشتغل ليل نهار. وهاد الاسماء اللي امامنا اللي من مثلا نيومان، فانس جين بابا، ويليام امزالاك، دونا انتار، يان بين، لويس مارتينيز، كريس درابو، كلها اسماء نابغه وفطاحله في الطب وعندهم يعني تاريخ ديالهم حافل بالمعطيات. هناك من اخذ جائزه نوبل، هناك من ترشح لجائزه نوبل، براءات اختراع عندهم كاملين بدون استثناء. يعني كاين عمل وعمل اللي هو على مستوى عالي جدا. اذا لما كنتكلموا على نطاق نيومان اللي هو عطانا اول منتوج انذاك اللي هو لاغام لومينيس، ومنهم هاد لو سيروم اللي تكلمنا عليه. هاد لو سيروم هذا الفعاليه ديالو جد جد ممتازه. اش كيدير لنا؟ اولا فيه ازيد من 200 عامل تنميه بلس دو 200 فاكتور دو كرواسونس. كيعطينا كذلك فيه جوج لي زانغريديان اللي هما طبيعيين جدا اللي هو نواه الكوكو زائد جذور البطاطا الحلوه اللي كنعرفوها كاملين. وشنو كيعطينا؟ كيعطينا ال مينيميز لي غيد لي غيدول غولاشمون لي بور دي لاتي عندك لي سيون، يعني يعيد رسم الوجه للانسان بشكل رهيب وما كيتعداش 4 اسابيع. وكيعطينا حتى 93% ديال التشبيب. دونك سي با كيلكو شوز اللي هي عاديه، ولكن المستوى عنده مستوى عالي هذا المنتوج. وهذا هو داك لو شوشو ديال شركه جونيس وهو الاكثر مبيعا في السوق. وكذلك كيجينا هذا المنتوج ديال اجليس اللي هو عندك ميكرو كريم وهو الي اباط لارجورولين، واللي اش كيدير لنا حتى هو الستومب، ولكن دائما يعني انستانتلي اش كيدير لنا؟ كيحيد لنا التجاعيد حتى هو، كيحيد لي بوش اللي تحت العينين، لي غيد لي غيدول لي بور، ولكن مع الاسف ظرف اللي هو وجيز اللي كيدوم من 6 حتى ل 8 حتى 9 ساعات. يعني كتكون ان بيرسون
عنده ولا عندها كونفيرونس ولا كاين حفله مثلا، نهضروا حنا على النساء ديالنا المغرب، عندها حفله غتمشي غدوز عرس ولا شي حاجه، كتكون عندها لي بوش تحت العينين، عندها لي غيد كتبقى تشارجي في الفون دو تان، حتى كتولي ما كتدورش لها ولا ها بقوت، لان اي حركه غيمكن لها يفسد لها داكشي كامل. ولكن هذا المنتوج هذا كديرو على فان ديال الماكياج ديالها، كتحيد لي بوش، كتحيد لي غيد، كل شيء كيولي انتاكت كانها ما عندها حتى شي حاجه، وكتصغر حتى 10 سنوات. ولكن ملي دير 12 الليل خصها تبدا تجمع بكاجها باش تدخل بكري قبل ما تولي ريما العاده القديمه. وكيجينا كذلك هذا المنتوج ديال انفيست ان فوندوتان، اللي هو اولا كيحتوي على ازيد من 200 عامل تنميه، عفوا الاخوان جناس، علاش كنقولوا ما عندهاش منافس؟ لان عندها واحد لا تكنولوجي اللي هي الاي تي 200، يعني هاد الاي تي 200 اللي هما هاد الابيبتيدات اللي هما قلنا هي سلسله احماض الامينيه اللي الدور ديالها. دونك هاد الاي تي 200 ما تلقاهاش في شي شركه عالميه كيف ما كانت النوع ديالها، سي لا سبيسياليتي و ليكسكلوزيفيتي سبيسيالمون جونيس، يعني هذا هو اللي كيخلي هاد لا فورمول اللي عندها كتخليها دائما متميزه على الشركات العالميين. ما غاديش واحد اخر يقول لك اه الفوندو تاع هذا راه كاين عند نو امبوسيبل، يعني غتخدم اليز تتبان شي شركه ما عرفناش باش غادي تبان باش يكون عندك واحد المنافسه. اذا شنو عندنا هذا؟ فيه هاد لا فورمول الابي 200 رابيد، يعني سريع في الاستعمال، لانه عندك فابوريزاتور ا ديستانس، ماشي داك الفوندو تاع اللي كيهز العيالات وكتهز بداك بسميتو بداك الطريقه ديالهم، نو هذا الطريقه اللي هي ا ديستانس، زائد واتر بروف، وفيه جميع اصناف يعني ديال البشرات. والجميل انه ما كيغيرش البشره ديال السيده، وكنعرفوا حنا لا فام لما كديروا فوندو تاع عيالاتنا راه كيتبدلوا، يعني ما كتبقاش فداك لا كولور ديالها. هذا لا، هذا كيخليك لا كولور ديال السيده، لانه لي تانت نف تانت اللي كاينين كلهم كاينين، و اون ميم طون كيعطي واحد لي كلا بون مين، يعني كتكون بلوس واحد لا ريباراسيون اللي كتكون ممتازه. والجميل ان الفوندو تاع هذا ما فيهش زيوت، يعني ما كيشدناش لي بور، وحنا كنعرفوا العيالات اللي عندهم لي بور ديلاتي الاسباب الرئيسيه هو الفوندو تاع، لان سيرتو لي فام اللي كيموظفات كيستعملوا بزاف فوندو تاع. دونك شاك جو شاك جو شنو كيعطيهم؟ كيعطيهم لي بور ديلاتي، وكيخلق لهم واحد المشاكل، يعني كتوقع يعني عندك البشره ديالها كتنشف، كتكون واحد لامبيورتي، يعني كيكون واحد يعني واحد المشاكل كثيره. كما قلنا يعني هو مغذي وكذلك يرطب، وفي نفس الوقت قلنا واتر بروف، يعني المراه واخا تكون دايره هذا الفوندو تاع بغات تغسل الوجه ديالها يا با بروبليم، واخا في وسط العرس تمشي تغسل الوجه ديالها ما كاينش مشكل، بالعكس لي فوندو تاع الاخرين راه ما يمكنش امبوسيبل. كذلك كيجينا واحد لو شامبوان اللي هو كذلك هذا من اختراع ديال ناتان نيومان، اللي تم الاختراع ديالو سنه 2018 وخدا حتى براءه اختراع. وغادي نتكلم لكم انا غير ليكسبيريونس، انا كانت السيده ديالي كان عندها خواولها نظر من الجناب، كان خوالها فوق الاذن ديالها، كانت بدات كتخوالها. الوغ كنت انا في فرنسا وعطاني ماتيو الابلين ديالي، عطاني السيروم، عطى لي غراتوي، قال لي هذا خذو، قال لي يعطي المدام ولا الناس اللي كيعانيو من تساقط الشعر غير السيروم بوحد زواد واد الصفر هذا. عطيتو لها، قلت لها هذا بقى يستعمليه في داك لي كوتي اللي عندك خاوين. المهم هي واخا شداتو مني ما عطاتوش داك لا فالور، بقات دو طون زون طون كتستعمل. مؤخرا فاش لان الشيء كنعاود لكم انا قبل كورونا، فاش بدا الحجر تحيد داكشي ومشات لعند كوافوره، يقول لها مدام راه عندك واحد الغبوس رهيب، اشنو درتي؟ شنو درتي قولي لي؟ بقات كتضحك، قالت لها بصح، قالت لها انت شوفي غبوس يعني بشكل واضح باين، يعني كيمكن لها تخدمو. قلت لها وراه بصح راه جاب لي راجلي منين كان فرنسا راه جاب لي شنو، ولكن والله ما عطيت قيمه. فاش جات كتعاود عليا قلت لها جيت تشوف انت، عاد جبدات شعرها عاد كتوريني حيت انا جبا فيها طونسيون. يعني هذا فقط، ولكن مع الاسف انه وقع واحد الغوبتور خايبه في هذا السيروم، ما بقاش على الصعيد اوروبا ولكن مازال في اسيا، مازال في
في الخليج مازال، ولكن في اوروبا دابا تقريبا هذه 5 ولا 6 موا ما كاينش في السوق، وكاين هاد لو شامبوان وكذلك هاد لا بري شامبوان، وكما كنشوفوا كلهم يعني شنو هما مواد طبيعيه 100% الويزا يعني بالعمان كنعرفوا بالعمان حنا كاملين، عندك عندك الخروب يعني مواد اللي هي طبيعيه جدا ما كاين حتى شي يعني اف خايب سكوندير، وهذا هو اللي كيميز هاد لي برودوي هادو. وكذلك هاد المنتوج ديال 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 ديال, ديال, ديال ايفوك اللي هو هادو زيوت يعني اللي هما داك لي زويل اللي هما اسونسييل، وكلهم اباز ديال واحد لي بارفان كثار، ان كيقول لك بانه يعني الحاله الاكتئاب ديال ديال ديال, ديال, ديال الانسان لقاو بان 50% تعالج بالشم. دونك الا حطيتي في واحد الديفيزور حطيتي في الدار، الا كاين شي 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 شخص يعني كيكون في الاسره كيعاني من هذا الاكتئاب، فغير من خلال استنشاق هاد لي زويل اسونسييل كيمكن له يعني يمر من داك المرحله ديال الاكتئاب. والان غادي ندخلوا لي كومبليمون اليمونتير. دونك لي كومبليمون اليمونتير غادي نبداو بريزيرف، واللي هو مشتق من كلمه ريزفيراتخول، ولما كنقول ريزفيراتخول اللي هو داك ليكستري ديال لي بيبان دو ريزان، وكنسمعوا وكنعرفوا بان الناس الغرب كيقول لك دو طابل. علاش سموا دو طابل؟ لانه هاد ماده الريزفيراتخول يعني كتواجد فين؟ في العنب. دونك كيقول لك واحد المثال فرنسي ما بقاليش في الدين ديالي، كيقول لك تري بون فير دو فان دو طابل دو فان روج، يعني كوتيديان مشى ليا يعني المغزى، كيعطيك واحد لونجيفيتي. علاش؟ لان فيه هاد الريزفيراتخول. الوغ الا قلنا هاد الشاصي، هذا شاصي واحد كتاخذو فيه مقابل 14 بوتي دو فان روج، 14 بوتي دو فان روج، ولكن ما غيسكرك ما والو. فيه كذلك زائد 5 فروي روج. اذا اش كيعطينا؟ سي ان انتي اوكسيدون، هذه بالدرجه الاولى. اون بليس لما كنقولوا ريزفيراتخول كنقولوا بينيفينول، دونك كنمشيو معايين يعني اي حاجه فيها اول في كزدينا كزدينا عند القلب. دونك اوتوكوم يعني هنا يعني هنا اش غنقولوا هنا اوتوماتيكمون هو صديق القلب. اش كيدير؟ كينظم نبضات القلب، كيقادنا يعني داك الاوعيه بالنسبه عندك لا سيركيلاسيون سانغين، بلس كيحارب الكوليسترول الخايب وكيحفز لنا الكوليسترول الجيد. ولكن اللي هو اجمل بكثير كيمشي لنا حتى عند لي سيلول، وحنا كنعرفوا بان لي ميديكامون جينيريك امبوسيبل يوصلنا عند لي سيلول، لان اصلا ما تنداروش بور تريتي ولكن بور كالمي. دونك حنا باش نكونوا واضحين هنا، هذا هو السلاح الوحيد اللي كيحارب لنا لا ديغراداسيون د لا دي ان. وكنجيو مباشره عند المنتوج الثاني اللي هو فينيتي، وهذا ميلونج اكسكلوزيف وخد جائزه نوبل سنه 2009. واولا فيه جوج الامور، فيه بعدا واحد لا فورمول اللي هي تي ا 65، وفيه عندك الكونزيم اللي هو الكا 10، لان هادو من الامور اللي هي كنعرفوها لما كنقولوا تي ا 65 يعني اكتيفاتور تيلوميراز. دونك يعني تكلمنا يعني قبل قليل على الراكورسيسمون دي تيلومير. دونك دائما الشيء عنده علاقه بالاي دي ان، وكنشوفوا بانه حتى الانغريديان اللي فيه هم لي زانغريديان اللي هما طبيعيين، في الرمان، في جونجومبر اللي هو انت الخرقوم، يعني كاع لي زانغريديان، ما فيه لا بيض، ما فيه لا حوت، لا فروي د مير، لا حتى شي حاجه. دونك هادي الناس اللي كيقول لك ربما سيرتو الناس اللي هما كيكون عندهم الاشكاليه ديال اللي كيكون عندهم سيلياك. دونك هاد الناس هادو كاين بارفو كيقول لك نو ما نقدرش ناخذو لان يكون نو هذا راه ما فيه لا كولورون لا كونسيرفاتوار، يعني شي حاجه اللي هي ارتيفيسيال ما كايناش، هو منتوج طبيعي وطبيعي جدا. وكيجينا هنا المنتوج الاي ام والبي ام. الوغ كما كنقولوا الاي ام هو تركيبه نهاريه
واللي فيه 70 عندك فيتامين، والبي ام يعني طبعا هو ليليه واللي فيه 77 فيتامين. دونك اوتوماتيكمون لما كناخذوا هاد لي كومبليمون ديال الصباح والليل اشنو كيعطينا؟ لان ديجا راه كاينه 147 فيتامين كتدخلنا في الكور ديالنا، احماض معدن احماض امينيه وكذلك معادن. يعني لما كنقولوا البي ام، البي ام بحال كنقولوا يعني كتاخذوا، انا كنت كناخذوا ان كاردور ما كنت عندهاش، ان كاردور كالناس لا ابالي بما وقع حتى الصباح. كتنوض الصباح كتنوض اون فورم كتاخذ البي ام ما تقلق، اللي سبك كتولي كتضحك معاه يعني اكتيف الخدمه اللي كنتي كدير مضوبله. والله يا عظيم يا اخواني الى هذا المنتوج استعملته تقريبا، انا في اللو كنقول ويلي واش هذا الشيء كله غيديروا الاي ام بي ام، ولكن فعلا الميغيت، واللي خداه كله عنده نفس الملاحظه. دونك هذا سيتان برودوي اللي هو تري انتريسون، والناس اي واحد يستعملوا مهما يعني كانت المشاكل الصحيه ديالو، يعني الاستعمال ديالو هو سليم ما كاينش اشكال فيه. وكذلك هذا المنتوج اللي هو مايند اللي هو خاص بالكونسنتراسيون، وكذلك الناس اللي كيعانيو من الزهايمر، ولكن مع الاسف ما تمش يعني لومولوغاسيون ديالو على اوروبا، ما عرفتش علاش، ما عنديش زعما الجواب عليه. وكذلك هنا كيجينا نعرة، هذا النعرة هذا يعني اجمل منتوج لاي عندك سيده كتعشقو. علاش؟ لان فيه 11000 ملي غرام دو كولاجين، ولما كنقولوا 11 ملي غرام دو كولاجين ف كنعرفوا بان حنا ما كاينش شي كولاجين اللي كيتعدى 150 200 ربما 200 غتلقاه كيسوى فلوس صحيحه، لكن هذا فيه 11 ملي غرام دو كولاجين، فيه زائد لا فيتامين سي، البيوتين، نياسين بلس لو زنك. دونك لما كنجمعوا هذا الخليط هذا اشنو كيعطينا؟ كيحاربنا تساقط الشعر، كيحاربنا تكسير الاظافر، ويعيد رسم الوجه، وكذلك الناس اللي كيعانيوا من هشاشه العظام لي طوندون لي فام، ولا الراجل اللي كتلقاه ما كيشدش القرعه ما يقدرش يشدها بيديه كامله بلا فورس. علاش؟ حيت لي طوندون ديالو ما خدامينش، يعني كتلقاهم كيعاني يعني ما عندوش ما يقدرش يشد شي حاجه سواء راجل سواء امراه، ولكن بالاستعمال ديال نعاره واللي هو ارخص منتوج كاين في جونيس هو هذا، ولكن ليفي ديالو انكرويابل. الوغ وكيجينا هنا كيجينا زين، الوغ زين اللي هو ان برودوي خاص بماذا؟ خاص بالتخسيس. هاد زين بروجيكت 8 اللي هو اصلا يعني خدا باش نقول لكم جوائز كثيره على الصعيد العالمي، واللي هو فيه 3 فاز، في عندك نيتوايي بغولي اي سكولتي. ولكن لما كان نيتوايي اوتوماتيكمون كلشي كيقول لك وهذا راه ديتوكس، وي سي فري ديتوكس، ولكن عنده ان نوتريفي اللي هو جميل واللي كيختص به هذا المنتوج هذا، ريغولاريز لي هرمون. كتعرف داك اللي كيقول له سخرته سخر ما يسمعه قلتو ما يشبع، هاد الناس اللي كيكونوا كياكلوا وما كيشبعوش كياكل حتى كيوقف صافي حتى ما كيبقاش تنفس يطلع، كتلقاه اوبيز او كاين شي واحد كتلقاه ناحيف مسكين اللي شنو ما عطيتي، قلت له والله العظيم الصحه شكرا راني بعد كليت ولا ما كلاش. علاش؟ لان هذاك لي زغمون جوج الرئيسيين ديال الشبع والجوع كيكونوا ما خدامينش. هذاش كيدير لنا لا روبروغراماسيون لو كور ديالنا، اوتوماتيكمون لما كيقادنا هاد لي زوم ديالنا اوتوماتيكمون شنو كنربحو؟ هنا كنربحو لا ريستوراسيون. لما كنقول لا ريستوراسيون يعني كنعرفو حنا الناس اللي استعملوا بزاف د المنتجات ما غنذكروش الاسماء اللي باش ديال التخسيس، ولكن ابري واحد سيط مومون كيسالي واحد تصرا شي حاجه الغو بري لو دوبل. علاش؟ لانه اش دار؟ حيت راه دار واحد العمليه، دار داك لا ار سي داك لا ريستريكسيون كالوريك، داك تقيد السعرات الحراريه بوندون داك الاموال اللي خدا فيها هذاك البرودوي، ولكن في الاخر لما سال داك البرودوي اشنو غيدير؟ غتوقع عنده غادي يولي افامي لو كور ديالو كامل، وكيولي كيستهلك لو دوبل، وبالتالي كيزيد في الوزن كثار من داك اللي كان عنده. هذا لا ريغولاريز عندك لي زورمون،
وكيدير لنا ان سيستيم اللي هو بريسوستاتيك ما بين عندك لي ستوما بلس لي سيرفو اترافير ياش لي ماش. يعني كيولي مثلا غادي نقولوا توصل 100 ماش، هنا كتكلم بيرموستا في السيرفو كتقول لك ستوب راك شبعتي. كنت سالت واحد السيد، لان انا هذا المنتوج الوحيد اللي ما جربتوش، سالت واحد الابلاين ديالي، قلت له انت استعملتي في السريه؟ قال لي انا كنعطي ولادي كاملين في الدار، قال لي كنحطوا لا طابل، قال لي دائما الاستهلاك ما كيوصلناش 50%. قلت له ما يوقعش مشكل الدراري ولا شي؟ قال لي ابدا، قال لي ان فيه بروتين فيه كل شيء وكيقاد لي زهرمون. قال لي في التالي لو كيقول لك معيته وساعد تاش من معيته وساعد راه السيد راه هذيك الترموستا عنده ما بقاتش خدامه، الرياحه ما كتسكتش ديما خدامه. دونك هذا هو الميزه ديال زين، ويعني هذا هو علاش كنقولوا بانه كتغاردي داك لو بوا ديالك. طبعا ما خصكش ترجع ليا الهمبرغر وترجع ليا صار لي تمشي لعند السي حسن ورا برا وضرب لي الطواجن وقول له بدي راه وليت زدت الوزن، لا خصنا نحافظوا على الوزن ديالنا. وكيجينا هنا كذلك واحد المنتوج اللي امونافي ستانونتي اوكسيدون بالدرجه الاولى، وهذا فيه شهادات كثيره بالناس اللي كيعانيو من لاكتروز. يعني صراحه الله كنسمع شهادات اللي هي حيه، وكذلك الناس اللي كيعانيو من تا عندك لا بويسونس، عندك لا بويسونس اللي هي سيكسويل. المهم فيه يعني تبارك الله حتى هو غني عندك بالامور ديالو كثيره اللي هي كيدير لنا كل، يعني هادشي كله كيخدم لنا اش كيدير لنا لا ريباراسيون ديال من لو كور ديالنا. وبالتالي حيت لما كيتم واحد لا ريباراسيون وكيوقع لنا واحد لاكتيفاسيون ديال واحد لي سيلول جيرمينال اللي عندنا في الدماغ ديالنا، اوتوماتيكمون لما كتوقع لهم لاكتيفاسيون لانهما دائما اوندورمون، لما كيفيقوا اش كيعطيونا واحد لا ميزاجور في لي زورغان ديالنا. وبالتالي انا شحال واحد كيقول لي هذا واش صالح للقلب، هذا واش صالح للريه، هذا صالح للكبده، كنقول لهم الاخوان حنا ما عندناش دي ميديكامون، ولكن عندنا دي كومبليمون اليمونتير اللي هما اش كيديروا لنا لا ريباراسيون انترن ديال واحد ثلاثه النقاط الرئيسيه. وبالتالي لما كيتقادوا لنا هاد الامور بثلاثه اللي هو لو بول دي سوليسوش، كيولي لنا داك لو غالونجمون دي تيلومير، وكنحاربوا داك لا ديغراداسيون ديال عندك لا دي ان، وكنديروا له واحد لا بروتيكسيون سوفيزونت مع لي كروموزوم مع بلس لي تيلومير. بالتالي اش كنديروا؟ كنديجاجيو الامراض وما كتبقى حتى شي حاجه، وكيولي الجسم ديالنا جسم سليم. وكنمشيو هنا الوغ هنا غادي نشوفوا هاد لو برودوي اللي عند غوفيتا بلو اللي خدا من مولاه 18 سنه الابحاث، واللي خرجنا بهذا المنتوج هذا اللي هو اللي كيصلح لنا لو بول دي سوليسوش. اذا اش كيدير لنا؟ خلاص المواد ديالو كلهم يعني طبيعيين، وفيه واحد الطحالب اللي هذا هو تقريبا السر ديالو، اللي ربما عندك لالوي فيرا، هاد لابي داكوزيي، يعني هادو امور اللي ربما خدات من مولاها فعلا 18 سنه، ولكن خرج براءه اختراع في هاد البرودوي هذا. وشنو كيدير لنا؟ البوست لو بو دي سولوسوش، وكيدير لنا لا ملتيبليكاسيون. دونك لما كنقولوا لا ديغراداسيون لا دي ان كاين ريزيرف، راكورسيسمون دي تيلومير كاين فينيتي، و ستوك و لو بو دي سولوسوش عندنا غوفيتا بلو بلس سيروم. دونك الا جمعنا هاد لي طروا هادو كتسمى لا تريولوجي، الا خدمنا بهاد الثلاثي هادو وزدنا معاهم لا ام، وزدنا معاهم غوفيتا بلو بليتو، زدنا معاهم سميتو عندك مونافي، وخدمنا ومشينا كنديرو كل شهر كناخذو هذا وكناخذو معاه حاجه، اوتوماتيكمون يعني دائما كنتكلموا على المويان تيرم، كون على يقين ان الجسم ديالك غادي يعرف واحد لا ريباراسيون، وفعلا التشبيب غادي يكون على مستوى الجسد الداخلي وكذلك الخارجي. حيت راه يسوفي انك تاخذ نعاره بلس لي كومبليم بلس لي برودوي اللي هما لومينيس، واحد لا ريباراسيون كتكون اكسترن رهيبه تصورش، يعني كتبقى لنا. و اون بليس يعني جينيس عطاتنا واحد لو سيستيم اللي هو يس
سميتو نياس اللي دارت لنا في واحد لا سينيرجي ممتازه. دونك لما كنقولوا هاد لا سينيرجي ديال هاد لي برودوي يعني ما عندكش مناش تخاف بصفه نهائيه، وبالتالي كتكون عندك واحد لا ريباراسيون انورم وبشكل اللي هو متواصل وسليم من كل الاضرار اللي غادي تجيك. حيت لما كنقولوا ان برودوي خد جائزه نوبل او براعه اختراع، دونك انا كنتكلم مع ناس اللي هما تبارك الله في المستوى، ما كنبقاوش نقولوا واش غيدير لنا دي سي، راه ما كاينتش على هذا الشيء. لما كنقولوا براعه اختراع بري نوبل، دونك راه تعدينا هذه المشاكل كاع كامله. اذا هذا فقط اللي شفنا على لي برودوي، فهمنا بانه كاين برودوي اللي غيمكننا نعتمدوا عليه في الصحه ديالنا، كيمكننا نديروا لا ريكومونداسيون وبشكل اللي هو قوي وبوجهنا احمر كما تنسميو حنايا بالدارجه، او اون ميم طون غادي ندخلوا في لو كوتي فينانسي، اشنو غيمكننا نستافدوا من هاد الشركه في الجانب المالي بحكم انها كتواجد في ازيد من 150 دوله على الصعيد العالمي، وايضا كتحتل الرتبه 14 عالميا، وعندها ازيد من 50 مكتب اللي كيتواجد على الصعيد العالمي او على 6 قارات. دونك هنا اوتوماتيكمون لما كنتكلموا على الطريقه ديال كيفاش غادي يمكننا نتعاملوا مع هذا المنتوج، شحال واحد كيقول لي ودي انا هاد لي برودوي ما يمكنليش نبيعهم لانه انا ما كنعرفش نهز في يديا ونمشي كندور، ولا كما كيشوف صحاب بعض الشركات ما يمكنناش نذكروا الاسماء، كنقول له ودي داك الشيء الوان ديال هادشي كاع كامل، لان انت كدير واحد العمل وانت صغير كان باكي شيك لعبه، كتمشي للقسم كتعاودها للدري كاملين، بابا شري لي واحد التران كان عمرو كيتم غادي كيدير، المهم كتحكي بواحد الشكل تفصيلي مفصل وبشكل ممل، كبرتي طلع له نيفو ديالك انتيليكتويال وليتي يعني كتمشي نهار السبت لحد الاثنين كتصبح في الخدمه ديالك، سلامت خيركم دوز السبت والحد مشيت لواحد الريستورون في الجهه الفلانيه تري بون سيرفيس تري بون بلا واحد المستوى واحد كذا واحد هادي، مشيت دوز الاثنين السبت والحد دوزتو في واحد، المهم كتعطي دائما يوميا كتعطي لا ريكومونداسيون ولكن بشكل مجاني. اذا الا استعملتي هاد لي برودوي وفهمتيهم وعطاوك مفعول على داك الشيء، كنقولوا حنا الفو اوتيليز لي برودوي ماشي باش نصغارو ولكن باش يكون كلامنا صادق نابع من القلب، حيت لما كتستعمل لو برودوي بلس لو سافوار كيوليو هاد الجوج كيوليو قوه رهيبه عند الانسان، ولما كتعطيه اوتوماتيكمون كيثق بك لان كيشوف الريزلت فيك، و اون ميم طون كيشوف الطريقه نبره الصوت ديالك مع الريزلت لما كتكلم له على لي غيد وعلى غيديل، وهو كيعرفك كيفاش كنتي بلا ما تزيد يعني ما كتكملش الكلام حتى كيكون كيقول لك وي سا سوفوار راني كنعرف كيفاش كنتي، وحتى الا كان هذاك لا بيرسون جديد اللي كيكون معاه راه كيكون عارف انت كيفاش كنتي، وبالتالي كيكون الكلام ديالك مسموع 100%. وخصوصا حنا كنعرفوا هذاك لو ماركتينغ تراديسيونيل ما بقى كيعطينا حتى شي حاجه، علاش؟ لان اي واحد كيجلس امام التلفاز الا غيشوف اخبار مثلا دابا ديال اللي كدور دابا حاليا اوتوماتيكمون بار ديفو كتشد التليكوموند في يديك، علاش؟ لان خصك غير تسالي داك الاخبار غادي تزابي، علاش؟ لان داك الحصه اللي جايه شنو هي؟ هي الاشهار انت ما بغيتش تشوفها، ولكن شنو ولا لنا داك دو بوش لوغاي اللي هو انت وانا واللي قرا واللي ما قراش واللي خدام واللي ما خدامش واللي عنده ثقافه واللي عنده تجربه واللي ما عندوش، يعني كلشي تعرف يعاود كلشي تعرف يحكي، وبالتالي هذاك لو طرافاي ديالنا كيكون سهل وسهل جدا. اذا لما عرفنا وكيفاش، هنا جونيس غادي نشوفوا الخطط الربحيه ديالها. دونك جونيس الحمد لله عطاتنا سي فاسون، انت والقوه ديالك، انت والطموح ديالك، انت والسافوار ديالك، انت وين باغي توصل. عندنا الان وعندنا الدو وعندنا اللي بغى يشتغل على الاولى مرحبا، الثانيه مرحبا، بغى يشتغل يوم اربعه سته انت وطاقتك. اذا هنا اوتوماتيكمون الى مشينا الخطه رقم واحد، اذا هنا اول حاجه اش كنديروا لما انت استدعاك يعني الصديق ديالك ولا الاخ ديالك ولا واحد من الاسره ديالك استدعاك، اشنو كدير؟
هنا لما كتسالي وكيعجبك البروجي كتطلب منك السيد اللي سدعك انك تدير معاه شنو هي الطرق وصبح انت مومبر في هذه الشركه. اذا شنو كتجلب واحد الرابط ديالك، هذاك الرابط شنو كيعطيك؟ كيعطيك الحق على انك يولي عندك ان سيت ويب. دونك لما كنقولوا ان سيت غادي نديروا واحد بتيت ديمونستراسيون رابيد باش نعرفوا كيفاش كيمكننا نستعملوا هذا الرابط هذا. الوغ لما كتسجل انت اوتوماتيكمون كتختار واحد الاسم تجاري، هذاك الاسم التجاري كيعطيك الحق على انك تبارطاجيه في ازيد، قلنا ياش ازيد من 150 دوله في العالم. يعني لما كنختاروا مثلا انا اختاريت واحد الاسم تجاري اللي هو مثلا kingnet.jonesglobal.com، انا اختاريت الاسم التجاري دي كان هو kingnet. دونك كيفاش كيمكن لي نستافد منه؟ كنصيفطو بار واتساب بار ميسنجر، المهم اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي كنصيفطو به. هذاك لا بيرسون كيوصل هذاك لو ليان، اون فوا تيبرك عليه كيديه فين؟ كيديه لهاد المنصه هذه اللي غادي نشوفوها الان، غادي نديرو لا اكتواليزي وغادي نشوفو هذا الرابط ديالنا فين غادي يدينا. اذا انت كليك هو على الرابط شنو غادي يعطيه؟ يعطيه شركة ديال جونيس، عندي مشكل في الكونيكسيون، شركة ديال جونيس، وبالضبط كتكون يعني كل ما هو برودوي، كل ما هو اوبورتونيتي، تاريخ الشركة، لي برودوي، وبالتفصيل الممل. فوالا دونك كيعطينا هذا هو لو سيت برينسيبال هو هذا ديال جونيس كامل. وإلا بغينا نطلعوا عليه كنطلعوا عليه، يعني راه فيه كلشي هنايا. دونك هنا كنهبطوا كنشوفوا يعني جميع الامور اللي كاينه هنا كتواجد هنايا، وحده لي برودوي، اي حاجه هنا كتاخذ جميع المعلومات لي برودوي كلهم كتاخذ عليهم جميع المعلومات هنا بشكل مفصل ودقيق. يعني اي برودوي بغيتي كتكليكي عليه، مثلا الا بغينا نشوفوا مثلا نديروا له الترجمه يرجع لنا للغه الفرنسيه رابيد، الله شي عطينا ماشي مشكله. المهم اي واحد بغى شي برودوي عطيتي هذاك لو ليان صيفطتي السيد عندك في اوروبا في اسيا في اي دوله فيها شركه جينيس، كتقول له افتح، هو كيفتح كيطلع له لو سيت يعني كامل كما كنشوفوا امامنا، نرجعوا الفوق يطلع له بحال هكا. انت كتشوف السيد واش باغي ياخذ دي برودوي بوطي ولا بيانات. دونك الا كان بوطي اوتوماتيكمون بغى ياخذ سيروم او لومينيس، هنا تيكليكي على لاغام يعني كامله، كتسديه في كتسديه لجميع لي برودوي اللي كاينين في جونيس ديال من لومينيس كما كنشوفوا قدامنا. اذا اما كيقول لك اون سافوار بلوس الا بغيتي تزيد تقرا عليهم، ولا كدير اشوتي مينتونو. الا كليكينا على اشوتي مينتونو في كتزدينا لهاد طابو ديال هاد الاثمنه. السيروم كما كنشوفوا امامنا كيدير 147.49، سيد اون فوا تيكليكي عليه فين كيديك؟ كيديك للماغازان نيشا. الوغ هنا غادي تقول لي انا راه ما عنديش علاقات مع اصحاب الشحن داك فيديكس داك تي ان تي، كنقول لك اسيدي لا، انت غير بارطاجي مع السيد الفكره وريه منين غادي ياخذ. هنا كتحيد المهمه ديالك، كتولي المهمه الشركه وهي اللي كدير الشحن، لان لما كندوزو كنديرو باسي على كيس كتحنا واحد الخانه ديالاش الاسم الشخصي والعائلي والادريس بوستال ولو كود بوستال، وكيوصلك ادوميسيل. ادوميسيل ها هو فين هو، كيوصلك ادوميسيل حتى الدار. كتقول لي واخا ايوا سيدي هادشي مزيان جميل، ايوا في حاله الى السيد خدا البرودوي وما دار له والو، كندير انا مع السيد نوض نخلص انا داكشي اللي ولا تحشمني مع داك راه ولد خالتي ولا بنت خالتي ولا لا. سيدي شركه جونيس عطيك ان موا الاستعمال ساتيسفي وغومبورسي. لما شرا هو بهاد 147 شنو غنربح انا؟ انت غادي تربح لا ديفيرونس. شنو هي لا ديفيرونس؟ انك انت اوتوماتيكمون راك كتشري ثمن ديال عند الجرو اللي هو الجمله اللي شحال كيدير السيروم؟ كيدير 95 اورو وانت كتبيعو ب 147. دونك شحال عندك ديال هامش الربح؟ عندك 52 دولار. كطيح لك فين؟ كطيح لك في الواليت ديالك مباشره
بدون اي تعب انعستي فرقتي عطيتي الولين ديالك 10 15 6 10 و 4 كتفيق الصباح كتلقى عندك 200 دولار ولا السيروم هو فين هو شحال كيدير كيدير 95 وشحال كيدير الثمن عندهم كيدير 147 دونك هذاك لا ديفيرونس في كيمشي كيمشي للواليد ديالك اللي هي كتكون انت ديجا من حقك لان راه هي هذه البورتفوي هي هذه اللي كتكون انت كتقادها بلاكارت ناسيونال ديالك 100% قانونيه عندك لا تراسابيليتي وكل شيء واضح فيها دونك هنا فقط هذا ربح رقم واحد يعني شنو كنديروا كنربحوا اولا يعني كنوليو كنشريو بثمن الجمله وكنبيعوا بثمن التقسيط كيمكن لك تبيع اونلاين وكيمكن لك تبيع مباشره يعني شنو هي ان السيده ولا السيد غادي ياخذ واحد الكميه ديال لي برودوي وغادي يولي مثلا لي فام كيديروا واحد لي سواري مثلا شاك سامدي كتجمع صحاباتها 4 5 6 كتكون عندها اسلوب ذكي اللي هي كتجمعهم اش كدير كتبارطاجي معاهم الفكره اوكي ضحكوا كيشربوا الاتاي والقهوه ومن بعد كتجبد لك تقول لها انت خصك هالبرودوي ديالك انت هالبرودوي ديالك يخلصوا سير بلاص دير معاهم المهم كتبقى ديك الساعه هي والعلاقه ديالهم هادي باش دايره دونك هذا فقط فيما يخص رقم واحد دونك يا اما كنديروا اونلاين اما ما اما يعني ديريكت فونت ديريكت وكذلك اي واحد بارطاجيتي مع هذاك لوليان كيمكن له يتسجل حتى من خلاله يعني الا مشينا مثلا شفنا هذا السيد كيفاش غادي يدير يتسجل اوتوماتيكمون شوف معايا لوليان لما كتحط الكيرسر فهو ديالك باريني بار طيب كريم الا بغى يتسجل كيدير غوجواني نوت فامي كيكليكي هنا كيمشي نيشان فين كيطيح كيطيح في لا فاز د لانسكريبسيون شوازير بيي لونغ اكسيتيرا وكيتم غادي يا با دو بروبليم دونك هنا كيمشي نيشان كونتيني خلاص كتقرا مالك او ما عليك القانون ديال جونيسا هو البلان دو كوميسيونمون قريتي داكشي حنا المغاربه كنسنيو بلا ما نقراو كتمشي نيشان فين كطيح كطيح في لا فاز د لانسكريبسيون دونك راه ماشي غير البيع ولكن حتى يمكن لك داك السيد لما كيشوف وكيعجبو البرودوي دونك هنا كندخلو في لا فاز ديال عندك لانسكريبسيون وكتولي مومبر بغيتي تبقى ان كليون بريفيليجي ما كاينش مشكله دونك هذا فقط فيما يخص الخطه رقم واحد الوغ اذا بغينا نشوفو الخطه الثانيه الوغ نرجعو ليه سيميو الوغ رقم جوج اوتوماتيكمون لما كنبداو كنستعملو البرودوي كيبانو علينا يعني علامات ديال الاصلاح فعلا الناس كتلاحظ علينا هادشي ماشي هادشي غير كلام تنقولوه ولكن سي لا رياليتي استعمال ديال البرودوي سيرتو لاكا عندك لومينيس كتبين الريزولتا فوريه يعني اكبر تقدير الا كان شي واحد عنده دي بروبليم دي زامبيورتي مشاكل اللي انترن وعنده واحد لوكسيداسيون رهيبه كتمشي له ان موا ولكن لو ماكسيموم سيمانه 10 ايام 15 يوم كيبدا يعيط بالعاده وا سيدي راه هادشي راه داكشي اللي قلتي لنا راه ناقص هادشي راه واعر هادشي راه عطاه هادشي راه فعلا صنع دونك هنا اوتوماتيكمون الناس كتولي هنا غندخلوا في البيع دونك انت اوتوماتيكمون غادي يوليو الناس كيقول لك اخويا واش كاين هذا بغينا نشتغلوا معكم كيفاش ديروا اذا هنا خص الناس تنخرط اذا هنا كنوليو كنسجلوا معنا ناس اللي كيدخلوا معنا مباشرين كيختاروا دي باك ديالهم وهذوك لي باك هنا كيبداو لنا افيك دي بوين 100 بوين 200 بوين 400 بوين 500 بوين لان كنعرفوا حنا الشركات العالميه كتشتغل بالنقط لان عندنا في جونيس كيسموا عندك لي سي في علاش لان هادوك لي سي في هما هادوك ليكيفالون ديال الدول لان كنعرف الدولار كيطلع في دوله وكيهبط في دوله على حسب الاقتصاد ديال كل دوله وبالتالي هنا كتكون عندك يعني كتعرف راسك بان خديتي باك ديال 100 بوين غتستافد 100 نقطه الوغ لما كنبداو في هذا العمل هذا شركه جونيس كتعطينا من 25 دولار الاصغر باقه حتى 300 دولار اكبر باقه اللي هي فيها واحد 60 برودوي دونك حنا هنا انا دائما كنقول الناس ما تكونوش يعني كتوبليجيو الناس ياخذوا الباك امباسادور لان فيه 250 دولار خلي الناس تاخذ البرودوي سولون لو بوزوان اي سي فري حنا الكوميرس وي سي فري ولكن ان كوميرس يكون بازي دي نورم اللي هما كريديبل وكذلك ستريكتيف حسن ما نكونوا
يعني كندخلوا الناس ما عارفينش راسهم واش غيخدموا ولا ما غيخدموش. انت كتقول له غادي تربح رتبه السفير، راسك خاص يما تربح الجيل الاول الجيل الثاني، وما قادر يجيب حتى واحد. وفي التالي شنو كيولي؟ كيولي استنزاف. ولما كيولي استنزاف اوتوماتيكمون هذاك لو نافيغ راه كيكولي ربما في وسط البحر، ربما الى الماكسيموم ما يديكش، ما عمرو يخرج للشيط الثاني. دونك سي بور سولا كنقول دائما الناس، خلي الناس تاخذ لي باك لي برودوي سولون لي بيزوان. هاد السيد عنده مشاكل ديال التجاعيد، هاد السيد عنده مشاكل ديال التجاعيد، وهاد السيد عطيه اخويا يقول له خذ هادي. لما يفهم البروجي الا بغى يدير الابغريد راه من حقه، راه كنديروا الابغريد وكيمكن لك تزيد الباقه الاولى والثانيه، ولكن غير كتابغريد يعني كتخلص غير لا ديفيرونس. ولما كتوصل بحال دابا الا مشينا انا نشوفوا لي باك، الا مشيت نشوف لي باك انا عندي ما بقاش عندي حق فيهم. علاش؟ لانني خديت اكبر باك اشتغلت به. دونك هنا كنعرفوا بان جونيس ما كتستنزفش. لما كنقولوا مومبر في الدي اس ا، يعني شنو خصك دير؟ خصك تكون كتحترم داك المستهلك ولا داك المومبر ديال من ديال التسويق الشبكي، لان هي كنعرفوها بان خاصه بالمسوقين الشبكي يعني الشبكيين، يعني كتحمي داك المسوق الشبكي من اي ابتزاز او استنزاف او كنعرفوا حنا الشركات كيديروا هاد الامور، كيقول لك شاك موا خصك تاخذ امباك. دونك هنا الا مشينا مثلا دابا دخلت المغازا بغيت ناخذ باك، ها هو باكي، غنكليكي على باكي ما عنديش، ها هو با دو برودوي افيشي، ها هو باكي ما عنديش. ولكن برودوي الا بغيت ناخذ برودوي، لان جونيس كتقول لك خاصك دير واحد الفونت ديال ان سول برودوي، لو مينيموم ان سول برودوي بار مون، اللي هو يكون فيه 60 سي في. هذا 60 سي في يعني سواء سيروم سواء غيزير سواء اللي هو تقريبا الثمن ديالو واحد 1000 درهم. دونك هذاك كيكون هو داك لاسيرونس ديالك ولا داك شهاده الحياه ديالك بانك راك كاين وعايش معنا، يعني ما غيمكنش تاخذ فلوس بواحد الطريقه اللي هي انت ناعس وراني درت واحد يمين واحد شمال وغادي يخدم ليا. نو، راه ضروري حتى الا ما كيكبر لك الفريق وكتولي فعلا الناس خدامين يمين وشمال، اش كدير لك؟ كتجي وكتكوبي لك الا دوزتي سيموا وما درتي حتى شي اشا وكنتي خدام والناس عندك اكتيف وكدير شاك موا كدير انسكريبسيون، كدوز سيموا كتحيد لك لو غان ديال من ديال جينيراسيون. كتشوف راسك الجينيراسيون كيفاش كتربح اليوم، كتصيفط رساله للسيبور كتقول لك وي افيكتيفمون مي صافي سيموا كو تو نا با في ان سول برودوي. دونك اي سوفي انك تاخذ ان برودوي وغادي يرجعوك الجينيراسيون ديالك. دونك هنا كنعرفوا بان الشركه فايقه وفايقه مزيان مع لي مومبر باش حتى واحد ما يدي شي ريال هباء منثورا. كنمشيو كذلك لا كوميسيون نيميرو 3 اللي هي كتسمى كوميسيون ديكيب. الوغ هاد الكوميسيون ديكيب شي شويه يعني كتمتاز بها شركه جونيس اللي غادي نقولوا هذا قانون داخلي ديالها. كنعرفوا حنا بانه لو سيستم ديالها لي سيستم بينير اللي هو ثنائي يمين وشمال، وكذلك هنا كل ما كتبدا كتبني الفريق ديالك هي عندها في القانون الداخلي ديالها كتقول كل ما جمعتي يعني 300 600 سوا غوش و دووا بوين، يعني قلنا بان قبل لي باك فيهم لي بوين، كاين 100 بوين كاين 200 كاين 400 كاين، المهم على حسب لي باك شنو خديتي فيهم. الوغ كل ما جمعتي 600 بوين فواحد الجهه سوا غوش و دووا وجمعتي 300 يعني التوتال 900 ولا كيتكون مفرقه 300 600، اش كدير؟ كدير لو كونتور ا زيرو وكتعطيك 35 دولار، كيتسمى ان سيكل ايتيغال ان سيكل، هذا كيتسمى كوميسيون ديال ديكيب. الوغ هنا كل ما كبر لك الفريق كل ما كيمكن لك يكون عندك لي سيكل اكثر. وخلاص، وشركه جونيس دايره لنا واحد لو ماكس اوت اللي هو بالسيمانه عطاتنا 750 سيكل بار سيمين، يعني في 750 سيكل درتي 700 يعني 60 غتعطيك 750 وتخليك 10 ديال لي سيكل للسيمانه الثانيه. يعني شنو فيها؟ في لاكوميلاسيون. دونك هنا كتكوميل لي بوين وبالتالي ما كتضيع حتى شي حاجه، ولكن هاد 750 ما يمكنش نوصلوا لها حنا اليوم ولا غدا. نو امبوسيبل، انا صافي ديجا راه عندي بليس دو 2000 بيرسون عندي في ليكيب، ولكن حنا مازال ما كنشتغلوا بالبرودوي، مي مازال ما كنوصلوش. يمكن النهار اللي غادي نوليو نشتغلوا بالبرودوي يمكن نقدر نوصل لها، اون سي جامي. ولكن كل ما تزاد العدد
يعني هادشي كيما كيسري عليا كيسري عليك كيسري على اي واحد. كل ما كبر لك الفريق كل ما كيطلع عندك لي سيكل. الا قلنا 750 ملتيبلي با 35 راه 26250 غير في لا كوميسيون نيميرو 3. يعني هاد 26650 بار سيمين ماشي بار موا، ولكن اوتوماتيكمون راه حتى كدير واحد لو طراباي. نتوما راكم عارفين يعني كيفاش، ما يمكنش نقولوا نتكلموا على شي حاجه ونديروا الكونفلاج ونقولوا بان راك من غدا غتصبح سي نورمال. نتوما راكم ناس اللي ديال الاختصاص. الو كنمشيو لا كوميسيون نيميرو 4 او لا بري نيميرو 4 ديال لو كونتر بارتي. دونك حنا كنعرفوا بان لي جينيراسيون كاينين، اذا جينيس عطاتنا 7 جينيراسيون. 7 جينيراسيون لا بروميير جينيراسيون عطاتنا عليها 20%، الجيل الثاني 15%، الجيل الثالث 10، 4 5 6 7 عطاتنا عليهم 5%. دونك هنا كلما يعني كبرنا الفريق ديالنا كلما كيكون عندنا عندك لي جينيراسيون، ولكن هاد لي جينيراسيون كناخذوهم بار غراد. يعني منين الانسان كيبدا يخدم راه في الاول ما كيكونوش عندو لي جينيراسيون. علاش؟ باش كان كاين الناس اللي كيكون عنده فريق باغي يشتغل، مثلا الى هضرنا مثلا السي حسن مثلا عنده ليكيب ديالو، كنقولوا له بدي اوليو باش تضيع في لا جينيراسيون 1 2 3 اللي هي 20 وال15 وال10، حنا انه هو يكون عارف بانه غادي يوصل، كنقولوا له بدي خذ لو باك اللي هو امباسادور اللي سميتو رتبة سفير اللي كيخول لك الربح على الجيل الاول والثاني والثالث. ولكن اللي كيكون مثلا داخل عادي صغير كتقول له خذ باك ديالك عادي وبشي غادي تدريجيا. يعني عندنا اول جيل كيبدا لنا من رتبة جاد. جاد يعني هذا جاد، هذا واحد الرتب. المهم دابا نتعرفوا على الرتب من بعد باش ما نطولوش في العرض بزاف. وكيجينا عاد الى كوميسيون او لا بريم نيميرو 5 اللي هي بريم ديالاش دو فيديليتي. الوغ حنا جونيس عطينا كنخدموا على دو فولي، كنخدموا مع الناس اكسترن وعندنا الناس اللي هما انتر اللي معنا في الفريق. الناس اللي هما مثلا اكسترن كتلقى واحد مثلا عنده ان بروبليم في الفيزاج ديالو ولا وحده ولا عنده بروبليم سونتي انترن، اذا اوتوماتيكمون هو كيقول لك شوف انا ما تقول لي لا ريزو لا والو، انا عطيني لو برودوي وبعد مني وخليني انا نشتغل، انا بغيت لي برودوي ما بغيت والو. اذا هذا شنو كتقول له؟ عرفتي اش غدير؟ وراه ملي تاخذ البرودوي من السيت حاول دير راسك بريفيليجي، عمر واحد الخانه ودير بانك غادي تبقى تستلم شاك موا برودوي ان سول برودوي، مثلا سيروم ولا غيزير ولا فيتابلو ولا على حسب فينيتي ولا شنو بغيتي انت، وكيولي ان كليون بريفيليجي. شنو كيربح؟ كيربح 25%. دونك الا قدرتي تجمع لنا واحد 4 5 د الناس على الاكستيريور ولا جوج ولا ثلاثه على حسب القدره ديالك ولو غاس، المهم يكون عندك 5 بيرسون كيديروا ان شاب بار موا. يعني اش كيديروا؟ كيشريو برودوي واحد في الشهر. الا وصلتي خمسه ديال الناس جونيس كتعطيك فعوض 20% على جينيراسيون كتعطيك 25. والا قدرتي على انك تاثر 10 ديال الناس ويكون عندك 10 ديال الناس كيشريو ان برودوي بار موا، يعني بوندون 3 موا سويفي مي توقفوا حتى نهار، يعني حتى شهر بليتو، وتبقى عندك ريغولير، هنا فعوض ما غادي تاخذ 20% ولا 25 غادي تاخذ 30% على برون جينيراسيون. دونك هذا كيتسموا لي كليون بريفيليجي او البريم ديالاش ديال الزبون المفضل. وخلاص اصلا يعني شركه جونيس دايره واحد لو سيستيم اللي هو تحفيزي، يعني تعبير على النجاح ديالك على العمل ديالك. لما كتوصل لواحد الرتبه اللي رتبه ايمغود، الوغ هنا كتكون عندك رحلة مجانية فيها 5 أيام مدفوعة التكاليف مع شيك خاص مشتريات ديالك الشخصية، وكتكون دائما في أماكن اللي هي راقية وراقية جدا، هايتي هاواي مالديف. مهم كل سنة، هاد السنة اللي ما داروهاش لأنه كورونا، كل سنة كتندار في دبي ديال دبي اللي امامنا. يعني كانت شي حاجه الناس اللي حضروا لها قالك شي حاجه اللي الناس اللي حضروا مثلا ابلاين ديالي حضر قالك شي حاجه اللي ايماجيناب، ما نقدرش نقول لك نعطيك زعما يعني قالك خصك تعيشها. دونك شي حاجه كيميريت اننا نعيشوها. وكيجينا هنا في لا بريم نيميرو 6 اللي هي
فول دو بريم ديامون. الوغ هاد الرتبه ديال ديامون اللي هو لوبجيكتيف ديالنا كمغاربه وكيمكننا هاد الناس الاوائل هاد المئة ولا هاد الالف الاوائل كيمكنهم يوصلوا لهاد الرتبه في ظرف وجيز. علاش؟ لان الارض قاحله وعطشانه. ولما كنقولوا الارض قاحله يعني لو تير ماروكان افامي دين سوسيتي كريديبل واللي فيها الاشتغال بحريه وبامان. لما كنقولوا هذا الرتبه ديال ديامو شنو كتعطيك؟ هنا كتولي اكسيونير 3% اللي كتجيك شاك تريمست وسولون لو ترافاي ديالك مع الفريق ديالك. والشروط ديالها هي سهله، يعني لما كيكبر لك الفريق وكتوصل لهاد الرتبه ديال ديامون اللي هو الهدف ديالنا كما قلت لكم كاملين، حنا خص يكون عندنا لوبجيكتيف كاملين، خصوصا هاد لي 1000 برومي الى وصلوا منهم واحد 10 او 15 ديجا راه حنا في لو بارفي. وكنطلبوا الله ربي يوفقنا ونكونوا 15 20 بوكو با، لان دي فلوسنا وحنا كان يعني تعبنا فيها وخدمنا فيها وكنستحقوها. اذا شنو كتقول لك؟ كتقول لك باش تكون عندك هاد لو سالير اللي هو ايترنيل وافي وكذلك يورث. وهذا الجميل لانه ماشي مثلا ان فوا الرجل غادي يموت ولا المراه صافي نو، كتكتب واحد الوصيه كتكون عند جونيس كتقول لهم فوالا لما كتوصل هاد الرتبه هادي كتقول لهم فوالا هاد لو كونط ديالي الى مت غادي ياخذوا المهم فلان او فلانه ما كيهمناش ديك الساعه كل واحد وراه كيدير الناس ديالو. الوغ شنو كيكون؟ كيقول لك خصك دير يكون عندك 10 د الناس كيديروا اشا. تصور معايا هذا ديامو 10 بيرسون كياخذوا ان برودوي بار موا، 10 بيرسون كياخذوا ان برودوي بار موا ريغولير يعني بوندون 3 موا، حتى هي كتصيفط لنا بار 3 موا. زائد يكون دير 1000 سيكل، دونك 1000 سيكل عندك حق في 3 شهور، ولكن ماشي 3 شهور طويله، يعني شاك موا عندك حق ديرها مره. يعني مثلا بديتي التريمست من لو 1 الى ما درتيش 1000 الشهر الاول كيرجع لك الكونتور زيرو، خصك ديرها الشهر الثاني، خصك ديرها الشهر الثالث، المهم حتى ما درتيها خصك توصل ل 1000. الوغ 1000 سيكل ربما اليوم كيبان صعيب، لكن لما كيكون عندك الفريق خدام تبارك الله، لما كنقولوا ديامون ديجا راك فين؟ راك في السيزيام جينيراسيون. دونك سيزيام جينيراسيون احسن معايا سيزيام جينيراسيون 12 24 48 96، انت هو يعني راه كاين ان طرافاي. و اون بليس الجميل في شركه جونيس لما كتوصل رتبه سفير ما كتبقاش تشتغل على عندك لو باريناج، ما كتبقاش ملهوف باش تسجل الناس، اش كتولي لي غون ديالك بار سيكل. اجمل وادك خطه لحظه اللي كتخليك دائما في تواصل مع الفريق ديالك، وما كتبقاش تسال شنو جينيراسيون انت، شكون هو الابلاين ديالك، ما كتبقاش تسال هذه الاسئله. علاش؟ لان من عند هذوك الناس تقتات الرتبه ديالك، لي غان ديالك، الارباح ديالك كامله، المصير ديالك، يعني داك لو باركور ديالك في جونيس كيتوقف على هذاك لاسوسي اللي عاد دخل لتحت اللي عاد غيتسجل. دونك الا هز التليفون وعيط لك راه خصك تجاوبو خصك تخدم معاه، وهذا هو اجمل ما كاين. يعني ما كيكونش داك ليغو صافي انا راني ديامو تهضرش معايا، لا ما تهضرش معايا، يعني دائما خصك تكون في تواصل دائم مع الفريق ديالك وتجلس وتشوف كما كندير دابا. انا حاليا راه كندخل وكنشوف الفريق، نشوف نحل هاد لابوسون ديال هذا، نحل ديال هذا، واخا انا مثلا دابا ما كاينش لي برودوي، ولكن كنشوف علاش هذا مازال ما سجلش 4 5، سجل واحد هذه 3 شهور كنهز التليفون عيط له السي فلان مالك اخويا لاباس، كاين شي باش نساعدوك، كاين شي باش نتعاونوا معاك، كنشوفك بانك راك ستاغني واقف، واش كاين شي مشكل، ما فاهم شي حاجه، كانت عنده مشاكل شخصيه عائليه كتقول له الله يفك وحيلك، كان عنده مشكل ما عارفش لابلاين ديالو سمح فيه سجلو كما كيديروا بزاف الناس راهم معايا نيت كيسجلوهم كيسمعوا فيهم. اذا شنو كدير انت كتاكتيفي الناس، كتعطيهم لينيرجي او شنو كدير ملي كتلقى مثلا 10 15، كندير ملي كنلقى مثلا واحد الفئه 6 7 8 الناس كندير لهم ان جروب كنجمعهم وكنبدا عليهم بالانرجي بالطاقه. خدم انت شنو عندك مشكلتك، شنو درتي انت، عطيني هذا الاوبجيكتيف، شحال غادي دير انت، شنو هما الناس، عطيني الناس، عطيني لكم. المهم كتعيش معاهم
دائما في تواصل معهم وكيكون عندك واحد الصوره طيبه مع الناس، ما عمر شي واحد كيكرهك الا اللي هو محساد وهكاك خلق هكاك هذاك ما دير له. مي دائما الاشتغال في جونيس الا اشتغلنا فيه بالطرق اللي هي اساسيه، كون على يقين غتكون محبوب الجماهير ديال كاملين. والحمد لله لي حتى السعارني مازال كننعم بواحد 90% ولا الحمد لله، رغم انه كان بعض الناس اللي غادي يكونوا كيكرهونا هكاك لوجه الله ورسول الله يسلم، وكان عنده هاد الناس دونك حنا غير نكونوا لا ماجوريتي كيقدروك شخصيتك الاشتغال ديالك ماشي شخصيتك الاشتغال ديالك معاهم، ديجا هذاك راه كا كبير. اذا هنا كنرجعوا، اذا شنو قلنا هنا دير 1000 سيكل، 10 د الناس كياخذوا عندك يعني ان برودوي بار موا. وكما كنشوفوا هنا امامنا عندنا 5 بار، عندنا 7 بار، عندنا 5 بلو عندك 10، عندنا 5 7 وكذلك 10 دونك كذلك 8 هي يعني ما كتبانش بزاف عند الاكرون شويه مضبه. الوغ هنا كيفاش كنشتغلوا؟ دونك ما غيمكنش لما انا ديامون وانت ديامون والسي حسن ديامون مثلا سي سعيد اربعه الناس ديامون، غيمكن نشدو كلنا بحال بحال، والا غنكونوا كندخلوا فاش كندخلوا في داك إيه؟ في داك الشبهات، حيت هذيك 3% راه ما كتعطالكش انت، كتعطى لي ديامون اللي كاينين على الصعيد العالمي، ولكن كيتفرقوا الصفوف دي بار. انا كنت فاش كنت في ايطاليا وكانوا كيتوجوا واحد ثلاثه ديال لي ديامون، وسالت كان حدايا ابلاين قلت لهم سي ماتيو سي تو بلي فسر لي شحال الصغير ديال هاد لي ديامون، قال لي هو الماكسيم يعني عاده ماشي الماكسيم عاده كيكون ستاندر يعني 100,000. قال لي ولكن هاد العام كانوا جوج في البانيا على ما اظن، البانيا ولا اوكرانيا، قال لي جوج كانت عندهم كانوا كيلعبوا ما بين 80,000 75,000 المهم كيلعبوا هكا. قلت له علاش؟ قال لي حيت الفريق ديالهم يعني صغير ما عندهمش فريق كبير، وبالتالي ما كيديروش واحد جوج الامور. شنو هي جوج الامور؟ يعني خصك دير مثلا ايفينمون زيفينمون ديرو في بلادك، مثلا غادي سي الحسن في طنجة غادير ايفينمون يعني في طنجة غادي تكون متقة كتصيفط لشركة جونيس، وكدير ايفينمون في اكادير مثلا، والثالثة خصك ديرها خارج المغرب، عندك فريق ديالك في الاسبان وعندك فريق ديالك في تونس ولا في الجزائر. اذا شنو كتمشي؟ والجميل الاخوان انك تمشي على تكاليف شركة، دونك راه ماشي كدير هادشي من جيبك، راه ابارتير تسافير ان فوا رتبة السفير من حقك دير ايفينمون. يسوفي انك دير طلب مع البريستاتير، بحال دابا حنا عندنا الابلاين ديالنا اللي هو مسيو انيس اللي غيكون لو ستوكيست، كدير واحد الطلب كتقول فوالا جو سي مسيو كدا 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 جو في اورغانيزي واحد ليفينمون من الى في مدينه كدا، اللي غادي يكون الساعه ديال الحضور غيكون قدا وقدا، واللي غادي يكون فيه مثلا بوز كافي وفيه ديني مثلا المهم انت كتكتب، وهو ديسا كيجاوب كيقول لك سميتا لا كدا 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 اوني داكور مي سون ديني، عندك فيها مثلا بوز كافي بلس اوتيل، ولكن افيك شنو واحد لا جيستيفيكاسيون ديال لي فاكتور، كتجيب لي فاكتور ديالك وكيمكن لا توصل حتى 4000 حتى 5000 حتى 6000 دولار. يعني كل ما كبر لك الفريق كل ما الشركه كتمولك، لانه كتشتغل معاك بطريقه سهله اللي هي وين وين رابح رابح. الوغ هذا فقط فيما يخص الرتبه ديال ديامو اللي هي السادسه والاخيره، وكنشوفوا بان جونيس عطاتنا جميع الوسائل للاشتغال، واجملهم هي الجي موبيل، لانه كنعرفوا بان الانسان التليفون ما كيحيدش من جيبه، دائما هو في الجيب ديالو. يعني عطاتنا لا ماجوريتي وكاع لو بارفي اللي كاين في الجي موبيل، داكشي لا يتصور، وخدا جوائز سنويا، كتاخذ جي موبيل جوائز سنويا. علاش؟ على وديت الفعاله ديالها والانتيليجونس ديالها وليفيكاسيتي ديالها، وكذلك لا سوبليس في العمل، وكذلك يعني هادشي دابا نشوفوا من بعد ان شاء الله.
وغادي نقول لكم تبارك الله عليكم وما شاء الله عليكم، وكنشكركم على حسن الاستماع، ونتمنى نكون كنت عند حسن الظن ونسمعوا. بارك الله فيك سيدي. الله يحفظكم. بارك الله فيك. بارك الله عليك. لا يعطيك الصحة. بارك الله عليك. الله يحفظكم. شكرا لك. يحفظك صحتك. صراحة العرض كان في مستوى كبير واستفدنا منك، ونتمنى من الله الخير للجميع. الله يحفظك السي حسن. عندكم بي بي دي اف يا كسي؟ نعم عندكم بي دي اف؟ بيان سور كاين بي دي اف. هذا اللي حدثنا. نعم ساعدت ترسلنا في هذه المجموعة اللي درتي. ايه واخا واخا سوي شوفي نو هو هو دابا لي بي دي اف اللي عندنا، عندنا فيهم بي بي تي اكس. بي بي تي اكس ما كيمشيش في ميساج عادي ديال الواتساب لانه فوليمينو، مي بحال دابا مثلا نقدر نصيفطو لك في تيليجرام. يمشي في التليجرام. وي هي اللي غتقول لك في التليجرام. دونك دابا نديرو ان جروب في التليجرام كوم سا، غير خصكم تانستاليو واحد 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 لابليكاسيون سميتها WPS. هادي غادي لان فاش كنخدموه غير بالباوربوينت بحال ما نعطيك مثال دابا هذا حاليا غادي نشوفو هنايا باردون غادي نطلعو لهنا. شوف لاحظ معايا لان في لو تاكس يعني كيكون الانسان ما عارفش الاول الشركه ما كيكونش حافظ، دونك كيتكلم من هنا. انا بور لانستون ما كنتكلمش منه لانه، ولكن الانسان ملي كيكون جديد كيكون في هاد لو تاكس اللي هو كيقول لك جونيس فو فو ريكومبونسي ريكونيتر فوتر سوكسي كون فو ديفلوبي فوتر انتربريز سو فواياج لو فواياج مثلا. المهم كيعطيك يعني داك الكونسيبت كامل كتلقاه هنا، ولكن ماشي بالباوربوينت، خص يكون عندك دبل في او في بي اس اللي هي هذه بالضبط. غادي نجبدها لك. عرفتيها؟ دونك لما كيكون عندنا هذيك في بي اس كنقراوه اوتوماتيكمون كيتقرا لنا افيك تكست، ولكن الا ما عندناش الفي بي اس خصها تانستالا، سينو غادي يكون عندنا غير باوربوينت. غادي نعطيكم واحد المثال باش نفهموا اكثر. غادي نحيد هذا لو بارطاج وغادي نمشيو لهنا على الاكرون. غادي نمشيو ل جي موبيل، هي هذه. الوغ كنمشيو جي كلود. دونك اوتوماتيكمون لما تسجل بحال دابا اي واحد تسجل راه كيكون عنده هذا جي موبيل من حقه، وفيه جميع المعلومات لي زوتي دو ترافاي دو ا زد. دونك غادي نمشيو مثلا نديرو فرونسي. الو عندنا عندك بريزونطاسيون هي هذه غادي نبغيو نفتحو. عندنا شوف عندنا بي دي اف، عندنا بي بي تي اكس. دونك الا حلينا عندك بي بي تي اكس غنديرو اوفرير. غادي نديرو اوفرير. شنو كيعطينا؟ كيعطينا اما باوربوينت بحال دابا انا عندي ديجا انستالي هاد الفي بي اس. دونك الا حلينا بار باوربوينت شوف شنو يعطينا. كو لي سلايد ما يعطيناش لو تكست. دونك هذا لمن صالح الناس اللي كيكونوا ديجا عندهم يعني حافظين الشركه حافظين. الا بغينا نفتحوا بار تكست باش الانسان بار فوا كيعاود يستعن بها، اذا كنفتحوا بار دبليو في بي اس. لاحظ معايا الفرق اللي غادي يكون، حيت الكلام اللي كنقولوا حنا فوالا. لاحظ معايا لو تكست Jeunesse a ouvert ses portes le 9 septembre 2009 à 9h du soir. Sa date a été choisie pour son poids symbolique. En effet, le numéro 9,
سامبوليز لا لونجيفيتي دونك راه ما كنجيبش من المغرب انا كلشي من هنا ولكن افورس دو فورجي اون دوفيان فورجون راه كتحفظ اون 2015 ديال سيني نيوز كلاس جينيس على 38ème بلاس اوني مونديال دون سون رابور جلوبال 100 يعني كلشي عندك هنا جينيريشن يونغ هي فين هي نوسون جينيريشن يونغ اذا عندك لا فامي جينيس كري ان امباكت بوزيتيف دونك المهم كلشي عندك هنا القصه ديال غوندي غاي بارفوا كنذكرها بارفوا ما كنذكرهاش دائما لان عند غوندي غاي هو اصلا كاين حاضر انحدر من واحد الاسره فقيره جدا ولكن دار عهد وميثاق على نفسه بانه ما غادي 30 سنه غيكون بارمي لي ملياردير او لي مليونير اللي كاينين في الولايات المتحده الامريكيه واختار الطريق ديالو فين في الانفورماتيك توسكي لوجيسيال ومن بعد جات واحد الصفقه اللي كانت حطات وكاله لانازا وتقدم هو بارمي الشركات اللي كانوا ديك الساعه انذاك وربح الصفقه ولا هو الموزع والمورد الرسمي لوكاله لانازا توسكي انفورماتيك توسكي لوجيسيال ولا زال لحد الساعه وقال لك وباع يعني وكان ربح الملايين الدولارات انذاك دونك هادي كلشي عندك هنايا فوقاش بدا لي برودوي عندك لي ميدسان القصه ديال كل واحد لان كنختصر انا ما كاينش نذكر انا القصص لان باش دير هاد عندك هاد ليكسبوزي يعني كامل خصك ليه ساعتين ثلاثه دونك الناس راه كتعيا الناس شي في حالتها بروجي كل ما يعني اختصرتي على سميتو عندك تلخيص كل ما كيكون اكثر المهم هذا عندنا ديجا سي حسن راه عندك دونك اي واحد كيتشجر في موبيل اوتوماتيكمون ان فوا كتاخذ داك لو كيت ديالك ديال 300 دولار كيولي هاد لي زوتي من حقك هذا غير فقط في موبيل في جي كلود الا مشينا للجيتينغ فيه كل ما يتعلق بالعمل ديالك من نهار فاش دخلتي حتى النهار فاش تولي ديامو يعني حتى داك لو بلون داكسيون بلون هاي اوتي عندك ديماراج من هنا كتكليكي عليها كتعطيك بار فيديو كيفاش تتعامل ومن بعد عندك لي بي دي اف غيد ان غيد دو يعني ليفر ان كنقولوا غيد دو ديماراج ان غيد دو ديماراج دو كتعطيك داك الشيء مفصل يعني حتى كيفاش دير داك لا ليست كونتاكت ديالك كيفاش تكونتاكتي هذا شنو تقول هذا حتى عندك لي سكريبت مكتوبين دونك يعني باش كنقول لك انا هاد الموبيل راه شي حاجه اللي اكسترا صراحه الله المهم هذا ماشي مشكله انا لي بي دي اف غادي نحاول نصيفطهم لكم عن طريق تيليجرام دابا نكريو ان جروب في تيليجرام واخا فيه غير ثلاثه ماشي مشكله من بعد غادي يولي عندك داخل ولكن غير تاخذ يعني لا بوزيسيون ديالك راه هاد الشيء هذا من حقك يعني اي حاجه كتخدم عليها عندك تدريجيا لما كنقولوا هاد الجيكلو راه فيه حتى باللغه العربيه الناس اللي حنا راه محسوبين على حساب الاوروب دونك ارابيكا وفينا هو ارابيك غير هو لا بريزونطاسيون بحال دابا هي فينا هي دونك حيت هاد لا بريزونطاسيون ماشي ديال حيت شوف العرب راه ما كيخدموش علاش لان كاين غير اربعه ديال الدول العربيه خمسه ديال الدول العربيه كاين تونس كاين العربيه السعوديه كاين الامارات عندك لبنان صافي شي ما كاين غير اربعه اللي كاينين دونك راه مازال كنتسناو البلاد ديالنا كاين العراق كيك سي طيب العراق وي تحلات مؤخرا وي عاد تحلات دونك هذا مثلا ها هو في ماغازين اللي فيه تقريبا كل شيء باللغه العربيه منتجات مظهر شبابي احساس بالشباب حياه كذا كيعطيك شنو كاين بالضبط هنا باللغه العربيه دونك حتى الناس اللي هما ما عندهمش تكوين لا انغلوفوني ولا فرانكوفوني كيمكن لهم ياخذوا تاخذ المكونات البرودوي شنو كيعطيك المهم كلشي كاين عندك لي زوتي كلشي هنا عندك موجودين اي سوفي ان الانسان ينخرط كيشد بليسو كيبدا يجبد وحتى هذا مثلا اجريس شوف هنا ديتاي اجريس اللي ما تكلمتش انا عليه لانه كيدوز برامج كبرى عالميه بحال جود مورنينغ امريكان داكترز انسايد غاشيل وتقريبا عنده دار اكثر من 50 مليون وحده تم البيع ديالها هاد المسخوط ديال الاجريس هذا وخلاص وهادو لي برودوي كاملين دونك هادشي كله فين كاين عندنا بالجي موبيل وخلاص في الكونت ديالك كيما بغيتي ديالو
ولكن تليفون بحكم انه دائما معنا. مي ماشي مشكله. المهم حنا دابا غادي نمشيو تدريجيا حتى ان تكون عندكم جميع المعطيات وغادي نقولوا زعما صراحه الله سميغيت يعني مشروع اشتغلوا عليه جميع.